وسط استعدادات كبيرة وخدمات ميسرة، نحو مليوني حاج في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. الولايات المتحدة تدعم كييف بمساعدات عسكرية جديدة، وزيلينسكي يؤكد أن قواته تتقدم على جميع الجبهات. هدنة من طرف واحد أعلنها الدعم السريع تبدأ اليوم في السودان، وحاميتي يحذر من حرب أهلية في دارفور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة. نبدأها من المشاعر المقدسة في السعودية، حيث واصلت قوافل الحجاج التوافد إلى صعيد عرفات منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك لأداء ركن الحج الأعظم بعد قضائهم يوم التروية بالأمس في مشعر منى. ويستقر ضيوف الرحمن اليوم على صعيد عرفات لقضاء يوم وقفة عرفة وسط استعدادات كبيرة وخدمات ميسرة لأول موسم حج بأعداد مليونية منذ عام 2019. ومع غروب شمس هذا اليوم ستبدأ رحلة النفرة من عرفات إلى مشعر مزدلفة الذي تمت تهيئته بكافة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن. موسم حج ضخم رافقته إجراءات غير مسبوقة، أهمها زيادة عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة لحجاج الخارج والتوسع بمنح التأشيرة الإلكترونية. هذا وأقامت وزارة الصحة مرافق الصحية وعيادات المتنقلة وجهزت سيارات إسعاف، كما نشرت 32 ألف ممارس صحي لتلبية احتياجات الحجاج في وقت حذرت الصحة السعودية الحجاج من التعرض لضربات الشمس والإجهاد الحراري. معنا من مشعر عرفات موفد العربية أحمد بيجاتو، أهلا بك معنا أحمد. إذن بدأ الحجاج يتوافدون وينتقلون من منى إلى عرفات، لنتحدث بداية عن المسارات التي يتخذونها لوصول الحجاج من منى إلى عرفات. نعم، أهلا فاطمة، كل عام وأنت بخير. يعني بالفعل اكتسى جبل الرحمة الذي يظهر من خلفي باللون الأبيض، لون لباس الأحرام الذي يرتديه الحجيج. بالطبع كما ذكرت هناك ثلاث مسارات لهؤلاء الحجيج الذين قدموا إلى هنا إلى عرفات للوصول إلى هذا المكان. المسار الأول هو عبر قطار المشاعر الذي يستطيع القطار الواحد أن يحمل في كل رحلة 15 ألف حاج، وأيضا في خلال ساعة واحدة تستطيع عدد من الرحلات حمل 72 ألف حاج من منى إلى هنا عرفات. هذا القطار تحديدا يتم تسيير حركته وفقا للنسك الذي يقوم به الحجيج. يعني هذا اليوم لا يقف القطار في وبالأمس لا يقف القطار في مزدلفة، هو يأتي من منى مباشرة إلى عرفات. هناك ثلاث محطات في عرفات بجانب خيام المخيمات التي بها الحجيج. المسار الثاني هو النقلات أو الحافلات الترددية عبر مسارات محددة ومواقيت محددة أيضا حتى لا يكون هناك ازدحام في هذه المسارات وهذه الحافلات التي تنقل الحجيج من منى إلى عرفات. كذلك أيضا هناك ممشى كبير وهو أطول ممشى في العالم، يصل طوله 25 كيلومترا، يصل من مكة إلى هنا إلى عرفات. وهذا الممشى استغله الكثير من الحجيج للوصول من منى إلى عرفات. البعض يفضل السير على الأقدام، خاصة الشباب الذين يرون أنهم لديهم صحة ويستطيعون الوصول إلى هنا سيرا على الأقدام.
هذه المسارات الثلاثة التي يسير أو يستطيع خلالها الحجيج الوصول إلى هنا إلى عرفات. بالطبع يعني هذه المسارات وهذه الأعداد المليونية الكبيرة تحتاج إلى يعني أعداد كبيرة من رجال الأمن ومنتسب الشرطة والجيش الذين يقومون بتنظيم هذه الحشود. دعيني يعني زميلي المصور عصام يعني ينقل صورة من هنا. جبل الرحمة أو هذه المنطقة التي نقف فيها هي أهم منطقة في عرفات يقصدها الكثير من الحجيج لوقوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أعلى هذا الجبل في مكان الشاخص الأبيض تحديدا. هذه المنطقة تم تطويرها بصورة كبيرة. هناك سلالم للصعود الحجيج إلى هذا الجبل، وهناك سلالم أخرى للنزول حتى لا يكون هناك تكدس، وهذا أيضا يصب في إطار تنظيم الحشود، لا يكون هناك تدافع. بعض الحجيج يأتون في هذا المسار، والبعض الآخر يأتي من مسار آخر حتى لا يكون هناك تقابل لهؤلاء الحجيج. أيضا رذاذ المياه الموجود والذي يقوم رش الحجاج بالمياه الباردة لتلطيف الأجواء عليهم بصورة كبيرة. أيضا هناك العديد من أماكن الشرب التي يستطيعون أو ليستطيع الحجيج أن يشربوا خلالها الماء البارد. هذا المكان أيضا تم تطويره بوجود مساحات خضراء يعني أو زيادة المساحة الخضراء في هذا المكان، وجود أيضا عدد كبير من دورات المياه، أماكن ربما يستظل بها فيها الحجيج. نعم. اسمح لي أن أسألك عن الوضع الصحي، يعني الصحة السعودية أطلقت تحذيرات من الإجهاد الحراري، وأنت ذكرت بأن هناك من الحجاج من يفضل أن يذهب سيرا على الأقدام، بالتالي ما الإجراءات المتخذة للوقاية من أي ضربات شمسية مثلا؟ بداية تم إرسال رسائل على هواتف الحجيج لتحذرهم وتؤكد عليهم ضرورة أن يحمل كل حاج مظلته، وأن يكثر من شرب المياه والسوائل. هناك يعني أكثر من 170 مركزا صحيا في أرجاء المشاعر المقدسة المختلفة. هناك أيضا مستشفيات ميدانية ومستشفيات مركزية موجودة في منى وفي كذلك وفي عرفات. كل هذه المشافي بها يعني آلاف الأطباء والممرضين والمساعدين الذين تم وضعهم في حالة استنفار بصورة كبيرة قبل يومين، ويستمر هذا الاستنفار إلى بعد نهاية أيام التشريق تحسبا لوقوع حالات إغماء أو ضربات شمس قد تحدث لكثير من الحجيج. نجد أيضا الكثير من رجال الأمن الذين يقومون بتوزيع المياه مياه الشرب المبردة على الحجيج. شركات الطوافة تحذر الحجيج وتؤكد عليهم ضرورة أن يتجنبوا الوقوف بصورة مستمرة تحت أشعة الشمس المباشرة، وأن يبقوا في المخيمات في فترات الظهيرة أو عندما تكون الشمس قوية. لكن الكثير منهم يعني يريدون أن يأتوا إلى هذا المكان، هذا الجبل، جبل الرحمة، وكما ذكرت لك هو أهم مكان هنا في عرفات، والجميع يريد يعني أن يقف في هذا المكان. ويبقى الأهم فاطمة هو طريقة إدارة هذه الحشود. حتى الآن يعني نحن كنا نسير في عرفات لأكثر من ساعتين، لا يوجد ازدحام على الإطلاق، الحشود لا يوجد يعني حشود مقابلة لحشود أخرى. هناك مسارات، إذن كما ذكرت سابقا أحمد، يعني هناك كما نقلت لنا الصورة أن هناك تنظيم كبير في المسيرات والمسارات التي يتخذونها الحجاج ذهابا وإيابا من وإلى المشاعر المقدسة. شكرا جزيلا لك من مشعر عرفات، موفد العربية أحمد بيجاتو. عربة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، يدشنها الهلال الأحمر السعودي في موسم الحج، وهي عبارة عن مركبة إسعاف برمائية يمكنها الوصول إلى التضاريس الوعرة والتي يصعب الوصول إليها عبر مركبات الإسعاف التقليدية، وذلك للقيام بمهام الإنقاذ والإسعاف للحجاج. المركبة البرمائية سميت بطمية نسبة إلى جبل شهير في السعودية، يمكنها نقل مريضين وستة أشخاص آخرين مع السائق، كما بإمكانها العمل المتواصل إلى ما يقارب 19 ساعة متواصلة بدون توقف، أو أكثر من 65 ساعة في وضعية الوقوف. في متابعة لتطورات الحرب الأوكرانية، أكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة بايدن قررت إرسال ما قيمته 500 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا،
وأوضح مسؤولون لأسوشيتد بريس إن أوضحوا أن المساعدات تتضمن 50 مركبة مدرعة ثقيلة وصواريخ خاصة بأنظمة الدفاع الجوي بهدف تعزيز الهجوم المضاد لأوكرانيا، وأضافوا أنه من المتوقع الإعلان عن المساعدات الجديدة اليوم الثلاثاء. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن جيش بلاده حقق تقدما في جميع قطاعات خط المواجهة. في جميع الاتجاهات حقق جنودنا تقدما، وهو يوم سعيد. أتمنى لهم أياما أخرى مثل هذه. كنت في خورتيتسيا مع الوحدات التي تميزت ببسالتها في معركة باخموت. أحسنتم أيها المحاربون. قالت وكالة الإعلام الروسية أن مقاتلات من طراز سخوي 34 دمرت موقع قيادة وتجمعا للجيش الأوكراني على محور كراسنو ليمانسك في دونيتسك. وقال مصدر عسكري روسي للوكالة إن المدفعية الروسية استهدفت كذلك وحدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 التابعين للقوات الأوكرانية في كراسنو ليمانسك. في موسكو لا يزال ملف تمرد فاغنر مطروحا على الطاولة، حيث بث التلفزيون الرسمي جزءا من اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار المسؤولين الأمنيين، حيث شكرهم على الجهود التي بذلوها خلال التمرد المسلح. وكان من بين المشاركين في الاجتماع وزير الدفاع سيرجي شيغو، أبرز خصم لرئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بينما لم يظهر رئيس أركان الجيش فاليري جيراسيموف في المشاهد التي بثها التلفزيون. قلل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أهمية وجود قائد فاغنر وقواته في بيلاروسيا، مؤكدا أن هذا لا يعني بالضرورة تهديدا لدول البلطيق. وأشار في تصريحات صحفية إلى ضرورة ضبط النفس في ظل قلق ليتوانيا ودول البلطيق من التحركات المحتملة لقائد فاغنر بعد وصوله إلى بيلاروسيا. وقال وزير الدفاع الألماني إن دول الناتو ستراقب الوضع عن كثب وسترد على أي تهديد. أكدت الصين استعدادها لمواصلة تعزيز التعاون مع روسيا من أجل التصدي لسياسة الهيمنة. وقال وزير الخارجية الصيني في رسالة مصورة لمنتدى الصين روسيا، قال إن بكين ستعمل مع روسيا لضمان استقرار واستمرار سلاسل الانتاج والتوريد العالمية والدفاع عن النظام الدولي والذي تمثله الأمم المتحدة. نشرتنا مستمرة وفيها نشر تسريب صوتي مدته دقيقتان يورط ترامب بشأن حمل الوثائق السرية للبنتاغون. أهلا بكم من جديد. تبدأ اليوم في السودان هدنة من طرف واحد أعلنها قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو اعتبارا من اليوم الثلاثاء وخلال أول أيام العيد. وقال حميتي إن الحرب فرضت عليه، مؤكدا أنها ليست ضد الجيش السوداني بل ضد بقايا النظام البائد على حد قوله. ودعا قائد قوات الدعم السريع المواطنين لتجنب التظاهرات في مناطق القتال حرصا على سلامتهم، محذرا أهالي دارفور من محاولات إشعال الفتنة والحرب الأهلية. ونعلم من جانبنا هدنة من جانب واحد ليوم الوقوف بعرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك فيما عدا حالات الدفاع عن النفس، ونتمنى أن تكون هذه الأيام فرصة للتسامح والمصالحة بين جميع مكونات شعبنا الكريم. نشعر بمعاناة شعبنا بسبب هذه الحرب والظروف الإنسانية الصعبة التي خلفتها في جميع مناحي الحياة، وأملنا أن نخرج منها أكثر قوة ووحدة. أفادت CNN بأن الإدعاء الفيدرالي حصل على تسجيل لترامب يقر فيه باحتفاظه بوثيقة سرية للبنتاغون، وجاء في تسجيل CNN اعتراف لترامب باحتفاظه بعد مغادرته منصبه بوثيقة سرية للبنتاغون. ويكشف تسجيل ترامب عن خطة للبنتاغون بشأن ضربة محتملة لإيران. Bad, sick people. That was your coup, you know.
against you. Like when Millie's talking about, oh, you were going to try to do a coup. No, they were trying to do that before you even were sworn in. That's right. Trying to overthrow your election. Well, with Millie, let me see that. I'll show you an example. He said that I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. This was him. This was the Defense Department and him. This totally wins my case, you know. Mm-hmm. Except it is like highly confidential, secret. This is secret information. Yeah, yeah. See, as president, I could have declassified it. Now I can't, you know, but this is classified. Now we have a problem. أعلن الجيش الباكستاني إقالة 3 من كبار ضباطه لإخفاقهم في تجنب وقوع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت الشهر الماضي. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري إن 102 على الأقل يحاكمون أمام محاكم عسكرية على صلة بالعنف. وكان أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان اقتحموا منشآت عسكرية بعد اعتقاله بتهمة الكسب غير المشروع في 9 مايو الماضي. نهاية هذه النشرة إلى العناوين. وسط استعدادات كبيرة وخدمات ميسرة، نحو 2 مليون حاج في صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج. الولايات المتحدة تدعم كييف بمساعدات عسكرية جديدة، وزيلينسكي يؤكد أن قواته تتقدم على جميع الجبهات. هدنة من طرف واحد أعلنها الدعم السريع تبدأ اليوم في السودان، وحميدتي يحذر من حرب أهلية في دارفور. ألقاكم على رأس الساعة في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.